تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك حسناء. والله سي دايخه حيت اول ما نطلع شي لايف خدي راحتك. ما عرفتش باش غادي نبدا، المهم غنبدا لك ملي زادي تجيش في اسره عاديه زعما ماما بابا اخت عادي الخوت تبارك الله، انا هي الكبيره في خوتي. عادي كنت عايشه حياتي بخير، انا من داك النوع ديال انا زعما كبرت في وسط عائله زعما عادي ما عندناش وما خصناش الحمد لله. وبابا كان داك النوع ديال الاباء اللي ما كانش كيعطي الوقت لولادو، ما كانش كيتسوق لينا، كان الاهم عنده هو يجيب لنا طاب ديال الخبز وصافي. ما كانش كيسولنا شنو خاصنا، مالنا، كيفاش عايشين، ما كانش متقرب منا نهائيا، ما كناش كنشوفوه اصلا غير من الليل لليل يعني. مهم الحمد لله كبرنا كنا كنعرفو غير ماما، بابا ما كناش كنعرفوه، كنا كنعرفو الا كانت خاصنا شي حاجه صافي يعني، الا كانت ضراني شي حاجه كنعاودوها لماما. كانت حياتي غتبدل من نهار جا واحد السيد لدارنا زعما باش يخطبني من عند بابا. كنت كنعرفو يعني كنت عندي علاقه معاه قبل ما يجي يخطبني، زعما كنت كنبغيه وكان كيبغيني وكان موعدني يجي لدارنا. فعلا وفى بالوعد وجا لدارنا، دوا مع بابا قال لي بلي انا باغي بنتك وهادي وهادي. بابا قال لي انا بنتي باقا صغيره، قال لي الا بغيتي تصبر الا كنتي بصح زاغيها صبر، قال لي عطيني واحد العام على البنت كبرات. واش كنت فاهمك ديك الساعه شويه وجي مرحبا. واش كنت فاهمك ديك الساعه؟ هذيك الساعه كانت في عمري شي 15 عام بحال هكا، 15 16. صافي الدري فعلا داكشي اللي دار صبر عام، بقيت انا وياه على تواصل كنهضروا كنتلاقاو مره مره. ماما عارفه هادشي، بابا ما عارفش. ايوا داز هذاك العام، عاود الدري رجع عند بابا قال ليه انا، قال ليه راني درت بكلامك وصبرت، قال لي عام هو عام داز دابا شنو غادي دير معايا؟ قال لي شوف غنجيك الصراحه، انا بنتي ما بغيتش نزوجها. قال لي بنتي ما بغيش نتزوجها، وقلت لك هكاك زعما غير باش تنساو انت. قال لي ما نسيتيش. ايوا قال لي لا لا ما نساش، قال لي انا بنتك كنبغي واحد بنتك كتبغيني وعارفه هذا الشيء. صافي بابا قال لي انا ما غاديش نعطيك بنتي. تحولنا من ديك المدينه اللي كنا ساكنين فيها على قبل باش ينساني. بابا جابنا للمدينه فين كبر هو، فين زاد وفين كبر وفين كاينين والديه وخوته. جابنا للدار ديال الوراثه سكننا فيها زعما الاسد باش ننساه وينساني. الدري ما نسانيش، ولا كيجي من هذيك المدينه اللي كنا ساكنين فيها، المدينه اللي تحولنا لها يعني. المهم ما خلى ما دار كيجي ويطلب ويرغب ويجيب، هو ما عندوش مو، عنده غير باه وخوته، خوته كبار كيجيبهم كيهضروا مع بابا كيقول لي الله يهديك الله يهديك الدري، راه باغي الدري والدري باغي الدري، زوج وموت حنا. كيقول لهم بابا والو شاد العكس، علاش عكس زكارة كيقول لهم عافاك شي بلاصه في الكونيكشن، بغيت نسمع هاد القصه عافاك حسناء. عافاك كلشي دير جيم، كلشي برك على جيم جيم وبارطاج، وكلشي كتب مزيان طوب، كتبوا دوك الكلمات اللي جايين. حسناء 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 مشى لك الصوت، ما كناش نسمعو. خليتيها انا معاك، خليتيها في زكارة ما بغاش باك زكارة ما بغاش. بغاش بابا كيجي عندي كيقول لي شوفي، كيقول لي شوفي تفرقي عليه راه ما يلقش، هو السيد ماشي ما عندوش، عنده ميسور الحال خدام، عنده دارهم، عنده كل شيء خوشو. يا حسناء بغينا نسمع قصتك، حسناء بغينا نسمع قصتك، كل شيء دير جام 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 جام. يا حسناء بغيت نسمع قصتك. حسناء حسناء عافاك شي بلاصه فيها كونيكسيون. الو كنسمعك واخا خليتيها كنسمعك. كانت تحولت انا بديت في البلاصه، دابا كتسمعني مزيان؟ جات سمعوك مزيان، كملي لنا. قلت لك والو بابا ما بغاش، والمشكل انا السيد ماشي شي واحد اللي خايب يعني، ميسور الحال عنده رزقه والحمد لله، خدام مزيان، ما كيكمي ما كيشرب يعني مزيان، ما في حتى شي عيب يعني، كان فيه شي عيب انا ما غاديش نبغيه. بابا والو حلف ما يوافق. بابا كيجي عندي كيقول لي شوفي الا بغيتيه ما انا باك ما انتي بنتي، بحال هكا كيقولها ليا. ما انتي قال لي شوفي انا دابا قال لي جبتك لهاد المدينه، وعلاش واش ما تقولي علاش يقول لك هذيك هو ما بغاهش علاش؟
هكاك انا ما باغيش ذكار فهميها كيف ما بغيتي كي اه انا ما باغيش ما ارتحتش لذاك السيد ما بغيتوش بحال هكا كيقولي انا ما ارتحتش ليه يعني وصافي قال لي شوفي انا جبتك لهاد المدينه باش تنسيه قال لي شوفي هنا راه دابا ان شاء الله تعرفي على واحد محسن منه ربي غيجيب لك محسن وهيدي غينسي صافي بقينا فحال هكايا انا وداك الدري فهمتي يعني كنتسناو شي معجزه من عند الله سبحانه وتعالى فهمتي يمشي نجمع انا وياه وهادي هو صابر وانا صابر هو صابر وانا صابر انا شنو غادي ندير غادي نقلب على خدمه قلت من الاحسن نقلب على خدمه نخدم فيها لهي الوقت بما نشوف ربي شنو غادي يدير لي تشاورت مع الدري قال لي صافي سيري قلبت على خدمه خدمت ملي غنخدم تما فين غتبدا المعاناه ديال بصح واحد ولد دربنا ساكن تما حدانا في هذيك البلاصه اللي المهم حتى دارنا غير جيران بابا كيعرفهم انا ما كنعرفهمش حيت بابا كبر تما مزيد تما وكبر تما وكيعرف الناس تما مزيان انا فاش كنت كان هذيك لقيت تقريبا شي سيمانه في حكاك كل 15 يوم وانا خدامه بخير حتى شي حاجه ما يعني ما طاريه حتى لواحد النهار انا خارجه كيوقفني واحد السيد انا ما كنعرفوش هو ولد دربنا وكيعرفني مزيان انا شكون انا ما كنعرفوش قال لي السلام السلام قلت لي السلام قال لي شنو انتي فلانه قلت لي اه انا فلانه قال لي راه كنعرف باك مزيان وكنعرف عمامك يعني كنعرف عائلتك كامله قلت ليه اه مزيان يعني انا حاولت نتفادى ما بغيتش نهضر معاه وما عطيتوش الوقت وبقى غادي وكيهضر معايا كي تمشي ويجيني من الاخر قال لي شوفي انا عجبشيني قال لي كنعرف باك غادي نمشي لعندو ان شاء الله قلت ليه شوف خويا انا مخطوبه قلت ليه كنعرف واحد السيد كيبغيني وكنبغيه ان شاء الله غادي نتزوجو هو ما دخلتش لي ديك الهضره راسو بحال ليلى ما عجبوش الحال ما رضاش نقول لي انا بحال هكا قال لي لا انا ما كنعرفش هذا الشيء انا عجبشيني صافي ماشي صوقي قلت ليه واش انت مسطي قال لي اه انا مسطي انا خفت ما عرفتش اشنو ندير واش نمشي نقولها للسيد اللي انا معاه ولا نقولها لبابا ولا نقولها ما عرفتش اشنو ندير خفت نجبد شي صداع حاولت نتفادى قلت لي خويا الله يرحم لك الوالدين انا ما قادلا على مشاكل لا والو قلت لي فحالات خليني نمشي لخدمتي فعلا خلاني نمشي لخدمتي في داك الصباح وليت كل صباح فيما كنوض نبغي نمشي للخدمه كنلقى واقف قدام باب دارنا بحال شي ما عرفتش قدام باب دارنا كيبقى تابعني ولاصقني والو ما كيخلينيش نمشي السيد ولا بحال بغى بحال بغى رجع بحال انا مرتو انا شي حاجه بحال هكا ايوا واحد النهار قلت اجي نبدل الطريق ما نبقاش ندوز من الطريق اللي كنمشي منه باش ما نبقاش نتلاقى معاه الدار عندنا فيها جوج بيبان الباب اللور والباب القدامي ديال واحد الحانوت انا وليت كنخرج من الباب ديال الحانوت باش ما نتلاقاش معاه شي سيمانه ما كنشوفوش صافي كنفلت ليه ما كنشوفوش واحد النهار كنلقاه قدام باب ديال الخدمه ما عرفتش شكون اللي وري انا فين خدامه ما عرفتش لقيتو قدام باب ديال الخدمه وقف عليا حيد لي التليفون من يدي ليا قال لي حلي الكود حليت لي الكود بديك الخلعه ما عرفتش حليت لي الكود دخل الواتساب لقى الميساج ديالي انا وداك السيد اللي انا معاه وهادي بحال ما عجبوش الحال بدا كيغوت وكيضرب فيا قدام عباد الله قال لي انا شنو قلت لك غتنسيه اه بدا كيضرب فيا ما بينو والو واش نتا مصطي ما بينو بينو حتى شي حاجه وكيضرب فيا وكيقول لي زيدي قدامي اليوم غنقتلك لك بحال هكا كنقول له واش نتا مصطي اخويا واش عارف راسك شنو كدير كيقول لي اه انا عارفه شنو كندير انا النهار الاول وقفت عليك قلت لك بغيتك عجبتيني انت ما تسوقتيش ليا انت انا معمر شي وحده وقفت عليها وقلت لها ودارت لي بحال هكا تما جينا واحد العيالات بقيت فيهم بغاو يدخلوا جري عليهم قال لهم سيروا في حالاتكم نتوما سوقكم مرتي بينو بين مرتي كنقول له والله ما مرتو العيال صافي زادوا في حالاتهم خافوا قال لي شوفي دابا قال لي راه ما كاين اللي غيفكك مني دابا غادي تزيدي قدامي ولا ما غاديش يعجبك الحال صافي انا استسلمت زدت قدامي حيتاش كان هز يدو مو وصل من عرفش شنو كان هز يدو قال لي دابا غادي تزيدي قدامي قال لي ولا ما غاديش يعجبك الحال عرفتي شفتي بعينك هي انا راني صاطي مازال قال لي ما عرفتينيش انا مشيت معاه غدا في الطريق تخيل معايا غدا وكيضرب فيا غدا وكيضرب غادي وكيضرب فين ما كيوقف وكيتفكر هذوك الميساجات اللي كانوا بيني وبين داك السيد كيضربني وصلنا لواحد البلاصه غير خلا والقيفه قال لي دخلي قلت لي ما غاديش ندخل قلت له الا بغيتيني ندخل تما غير قشني ودخلني تما اما باش ندخل معك برجليا ما يمكنش
قال لي قلت لك دخلي انا ما بغيتش اديك حتى حاجه غادي ندوي معاك. قلت لي لا غادي تدوي معايا هنا انا ما غاديش ندخل معاك تما. قال لي ما بغيتيش ياك شدي من شعري من شعري قسما بالله. وانا كنغوت وديك الدنيا خاوي ما فيها حتى شي واحد. دخلني واحد الحجره كبيره باقا عاقل عليها قلت لي كنعاود لك عليه دابا دازت عليا شي عامين. واحد الحجره فرش فيها كرتونه وقال لي جلسي. جلست هز واحد القرعه ديك البلاصه فيها قرعه ديال الشراب والكرتون. المهم ديك البلاصه كيعمروا غير الشمكاره. هز واحد القرعه ديال الدجاج وضربها مع ديك الصخره وحطها لي على عنقي. حطها لي على عنقي وانا كل اللي كنت رعد عمرني في حياتي توقعت انني نطيح في شي موقف بحال هكا. حطها لي على عنقي وقال لي باش حسن مني هو بحالك لي باش حسن مني هو. قلت لي انا صافي ديك الساعه وليت باغي ندير لي خاطرو باي حاجه غير مي ابينيش. قلت لي ما عرفتش كيفاش كتهضر. قلت لي انا اصلا ما بقيتش كنهضر معاه انا هادي انا هادي وليت كندخل وكنخرج في الهضره. قال لي شوفي انا والله تحسن منه انا والله تنعيش هو كيهضر بحال شي واحد مسطي بحال هكا كيقول لي انا نعيشك حسن منه. اشنو باش حسن مني هو شنو اللي كيديروا لك هو ما نديروش لك انا. غير قول لي شنو كيدير لك هو نديروا لك حتى انايا. قول لي ما كيدير لي والو انا ما بقيتش كنعرف صافي. انا كنقول لها انت ما يكون خاطرك غير تهدر وما ديرش شي حاجه اللي تندم عليها. اللي بغيتي عندي هذا بغيتي نبلوكي نهضر معاه دابا نقول لي انا ما بقيتش باغاك اللي بغيتي ندير. قال لي واش بصح؟ قلت لي اه كنهضر معاك بصح. قلت لي غير ما تادينيش الله يرحم لك الوالدين. صافي ساليناها باش في الاخر بقى كيبدا كيقول لي الا بغيتي نتيقبك اعطيني شرفك بحالك. قلت لي لا هذه مستحيل مستحيل ندير شي حاجه بحال هادي ما نقدرش. قلت لي قال لي وهذه الحاجه الوحيده اللي غنضمن انك غتولي ديالي. قلت لي لا ما نقدرش. قلت لي لك انت غتاخذ شرفي غاقشني صافي. قلت لي حتى شنو حياتي كي الا خديتي انا غنضيع. قال لي واش متاكده؟ صافي قال لي يعني غادي ما غاديش تبقى تهضري مع هاد السيد غتبلوكي. قلت لي هاد التليفون ديال اللي بغيتي. خدا التليفون هرس الكارطه هرس الكارطه رجع لي تليفوني. قلت لي دابا صافي ياك ما غاديش اديني اش خليني نمشي لدارنا. قال لي لا داركم ما غاتمشيش ليها غتبقاي معايا. قلت لي فغنبقى معاك هي غتبقاي معايا هنا في هاد الخلا. قلت لي واش عارف راسك شنو كتقول؟ قلت لي انت راك حماق. بقيت كنطلب فيهم هذا شحال في عمر وليتي دير هادشي؟ هذا تقريبا غتكون في عمر شي 36 عام بحال هكا كبير يعني ماشي شي واحد بعقلو. هذا شنو بعقلو مدعو بعقلو اه بعقلو ماشي شي واحد اللي صغير هذا كون كان هضر ماشي بعقلو غير كبير ما هضر ما هذا اللي دارت شرقها ما بعقلو اها اه. بقيت كنطلب فيه وكنطلب فيه صافي حتى وافق. قال لي شوفي قال لي غتمشي لداركم. انا قال لي حيت شو هذاك دارهم حتى دارنا من بعد غنعرفوا راه يعني فهمتي كانت عائلة عائلة بابا وعائلته هو كانت بيناتهم شي حاجه فهمتي شي حساب قديم ايوا هي هذيك صافي. قال لي سير مشيت لدارنا وبقى مقابلني حتى دخلت للدار. ملي دخلت للدار وقف حدا بلاصه فين كان كيوقف ملي كنخرج انا من الخدمه يعني كيشوفني عافاك خليك شي بلاصه فيها الكونيكسيون شي بلاصه فيها الكونيكسيون كلشي درجه واخا خويا واخا قلي لي باش عافاكم هضري. دخلت للدار معول انا معول اي عافاك خليك بدل البلاصه بدل البلاصه كلشي البلاصه بدل حسناء بدل البلاصه كلشي عافاك يدير قلي لي باش كجيم واللي ما مشاركش شارك كلشي حسناء كتسمعني اخويا دابا تنسمعك خليك هكا كملي لي حسنا. قلت لك انا دخلت للدار على اساس انني غندخل غنعاود لماما كلشي ما غنخبي عليها حتى شي حاجه. فاش دخلت يعني بان لي واحد الجو في دارنا زوين يعني خوتي مجموعين كيضحكوا ماما فرحانه كاين معاهم بابا. قلت اشنو نعاود لهم غادي غير نكدها عليهم ما قديت نعاود لهم والو الصراحه. طلعت للبيت الفوق ريحت بقيت كنبكي 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 ما عرفتش شنو غادي ندير ما عرفتش واش نعاود لهذاك السيد اللي انا معاه واش ما عرفتش شنو ندير. وهذاك هددني قال لي الا مشيتي الا قلتي شي واحد شي حاجه قال لي ما نعقلش عليك. قال لي انا الحبس عندي قال لي بحال الدار كندخل ونخرج لي وقت ما قالها لي راسي يعني كتشوف واحد الانسان ما عنده ما غيخسر حياته ضيعه ما غاديش كتسمعني اخويا تسمعك كتشوف واحد الانسان حياته ضيعه يعني ما غادي يخسر عليك حتى شي حاجه ما غيخسر والو. صافي اضطريت نبقى ساكته ولا كل نهار كيتعرض ليا كل نهار كيتعرض ليا فين ما كنبغي نمشي للخدمه كيتعرض ليا فين ما كنبغي نخرج نتسخر مع صحاباتي اي حاجه كنديرها لدرجه وقف عليا قدام ماما.
وقف عليا قدام ماما. انا وليت كنقول ماما شوفي قلت ما بغيت ما عاودتش ليها كلشي. قلت لها ماما غير واحد السيد وهادي كيبرصني بغيت كما نبغي نمشي للخدمه تديني وتجيبيني صافي. داكشي دارت ماما مسكينه ولات كتديني للطاكسيات وكتوصل ليا مال الطاكسيات كنقول لهم عافاك ما ردوا ليها البال وهادي وهادي. واحد النهار انا غدا مع خويا غدا مع خويا ماما ما قدرتش تخرج توصلني كانت عيانه شويه. قالت لخويا الصغار مني قالت لي سير وصل اختك حتى للطاكسي عاد رجع. غدا انا وخويا فحال هكايا حتى وقف علينا ويقول لخويا قال لي شوف اختك انا غنوصل غير سير. وعطاها 5 دراهم قال لي شوف سير للدار ولا سولو قول لهم راني وصلت اختي. وخويا فهمتي فحال ليلة وما عرفتش اش دار ليه. اخويا صافي مشى خلاني معاه. ماما بحال حسات السيد غادي معنقني وانا كنبكي معنقني وهز لي ديك الشاصيه ديالي كندير فيها الغدا وكنقول لي اشنو باغي مني. كيقول لي علاش كتهربي مني علاش زعما كيقول لي كتقولي لامك توصلك زعما قال لي انت مريقله كتقولي لامك شديك زعما ما غنوصلش لك الا كانت معاك امك. قال لي واخا تكون معاك امك كنوقف عليك قدامك. الدوره اللي غندور تكتب عليا ماما جايه ماما تخليهاش ما عرفاش باش تبلاش بالخص ملي شافته هي ديك صافي ماما ضربت في خاطر. قالت لي انا قلت لي كنصيفطك الخدمه وانت قال لي قالت لي شوفي شنو كديري. قلت لها والله ماما راكي فاهمه كلشي غلط. ماما ما هضرتش مع السيد جرتني انايا من ايديا وغادو كتعاير وغادو كتغوت راك عارف الامهات. قلت لي شوفي كي دايره حالته شوفي هادي انا كيوقفوا معاه الناس الدور اللي غندورو كنلقاه ورانا. قال ماما قال لها شوفي خالتي بنتك انا باغيها وبنتك راه ما كاينش شي واحد اللي غيديها من غيري انا. قالت ليها ماما قالت لي ماما وليدي قالت لي واش اللي كيبغيو بنات الناس كيديروا بحال هكا اللي كيبغيو بنات الناس كيوقفوا عليهم في الصباح وخلعوهم اللي كيبغيو بنات الناس راه كيدقوا الباب. قال لها عندك الصحه خالتي في هذه الهضره اللي كتقولي. قال لها الهضره ماشي معاكم ماشي معاها الهضره مع باها. وتقول لي وتقول لي ماما قالت لي ولكن قالت لي راك خرجتي العيب بهذه الهضره وبهذه الطريقه باش درتي معانا خرجتي العيب باها محال يبغي. فعلا مشى عند بابا مشى عند بابا وهضر معاه قال لي شوف انا راه ماشي شي براني وانت كتعرفني وكتعرف با وكتعرف امي وكتعرف خوتي. يعني قال لي بابا قال لي شوف انا هربتها قال لي من المدينه اللي كنا ساكنين فيها غير على قبل واحد. قال لي وجيت جبتها هنا نولهم طايحين في واحد قفص من هو مرضاش ما عجبوش ديك الهضره اللي قال لي بابا نهائيا. صافي ما حشمش واخا هكاك بابا كيحسب لي صافي يعني غير هضر معايا ديك الهضره غادي ينساني وما يبقاش ما يبقاش زعما تابعني وهادي. هو عاد ما زاد فيه وعاد ما زاد فيه ما رضاش ديك الهضره اللي قال لي بابا. ايوا شنو نقول لك بقى كل نهار اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. صافي انا تقهرت وعيت تقهرت وعيت. واحد النهار خارج فحال هكا الخدمه بابا خرجت هويا من الدار لقاني واقفه معاه لقاني واقفه معاه شنق عليه بابا. قال لي علاش ما بغيتيش تبعد لي من بنتي داك يعير فيه والاخر كيعير والاخر كيعير. هذاك بابا زعما ماشي شي واحد اللي متفاهم والاخر حتى هو كثر منه ما تفاهموش بداو مضاربين. بابا مشى للبوليس ديك العربي قال لي هاكين وهاكين وهاكين انا ما بغيتش تفرق لي على بنتي انا ما بغيتش نجوز ببنتي. صافي البوليس شدوه قالوا لي شوف تفرق على الدريه راه ما كاينش شي حاجه بزاف. قالوا لي مره اخرى الا بقيتي درتي بها ولا جاتنا شي شكايه منك بلي راه باقي كتعرض لهاد البنت راه ما غاتلوم الا راسك احنا كنعرفوك يعني الدري كيعرفوه البوليس. ايوا صافي هي هذيك وما حشمش واخا هكاك باقي كيشبهني وباقي كيتعرض ليا وباقي كيوقف عليا. واحد النهار انا خارجه من الخدمه في العشيه خارجه ديك الساعه مع 6 العشيه وقف عليا بموتور موتور ما عمره ما جا عندي بموتور ديما كيجي غير برجلي. وقف عليا بموتور قال لي شوفي طلعي انا باغا نهضر معاك بلا مشاكل بلا صداع. قال لي اليوم والله قال لي انا ماشي بحال دوك اليامات. انا طلعت معاه طلعت مشينا لواحد البلاصه وكنا كنهضروا بحال هكا هضره عاديه كنا كنهضروا هضره عاديه. سمحي لي نقاطعك وداك السيد اللي كان باغيك سالت العلاقه معاه ديك الساعه ولا مازال؟ شكون هو؟ لا ما سالاتش باقا كنهضر معاه ولكن ما قادره نقول ليه والو. واخا كملي هو جا هو خايب الا مشى ساق الاخبار الا مشى ساق الاخبار يقدر يقتلو. انا باقا ديك الساعات ما قلت ليه حتى شي حاجه باقا كنهضر معاه وباقا علاقتنا عاديه. قلت لي انا باغي غير نهضر معاك راه ما غادي ندير لك حتى شي حاجه ما غنأذيكش باقي هضر معايا قال لي انا باغيك وما عمرني ما بغيت شي وحده بحالك وانا هادي وهادشي اللي كنديرو ما عمرني ما درتو على شي وحده.
بقى كيهضر ما خلينيش نمشي للدار. كيحلف كيقول لي شي لهما والله ما غاتمشي لداركم يعني ما غاتبقاي معايا. صافي انا قال لي قاديش كلشي قاديش كلشي صافي وجدت كلشي صافي غاديش نمشي معايا ما بقيتيش غاتمشي لداركم. قلت له واش انت عارف راسك اش كتقول؟ قلت له انا مشيت لدارنا اليوم دارنا غيديكلاري. قلت له وراك هي انا مخيفش ما خايف لي حتى شي حاجه. عافاك بدلتي البلاصه خليك البلاصه فيها هي انا ما خايف انا بقى في نفس البلاصه. اها كملي. قال لك انا ما خايفش. قال لي انا ما خايفش. قال لي انا ما خايفش نمشيو ديكلاري ونديرو اللي بغاو. هذيك الليله صافي خليني انا واقفه مشى كيدوي في التليفون كيهضر مع شي واحد في التليفون انا ما عرفتش واش فين. ملي سالا جا لعندي قال لي شوفي غاديش تمشي معايا والله ما غاديش اديك شي حاجه. قال لي غتختاري جوج من الحوايج يا اما تمشي معايا بخاطرك وما تاديك حتى شي حاجه ولا غتمشي بزاف وما غيعجبكش الحال بحال هكا قالها لي. انا قلت لي شوف حتى شي وحده فيهم. قال لي لا غتختاري وحده فيهم يا اما قال لي تمشي معايا بخاطرك ما غاتاديك حتى حاجه ولا مشيتي بزاف ما غيعجبكش الحال. هذيك الساعه ضربت شي 12 الليل دارنا كيصوني وكيصوني وكيصوني في التليفون كيصوني حيت التليفون طفاه لي. صافي انا شفت تعيس مشيت معاه استسلمت ومشيت معاه. مشيت طلعنا لواحد البيت ديال واحد صاحبو ريحنا. انا ربي اللي كان علم بيه في ديك الليله اول ليله غادي نباتها بعيد على دارنا اول ليله ما غاديش نبات مع دارنا هي ديك الليله. صافي ما كنتش عارفه شنو غادي يطرا. صافي استسلمت حسنا حسنا عافاك شي بلاصه حسنا شي بلاصه فيها كونيكسيون عافاك عاود لي البلاصه حيت ما قريتش اسمك. واخا خويا كلشي دير جا وكلشي كتب في لي كومونتير سير 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 واللي ما مشاركش يشارك ويفعل الجرس باش يتلقى جميع الاشعارات. اها صافي طلعنا رايحين مع داك صحابو ولا فرحان على بالوش كيكمل ما نفوقش. انا ربي اللي عندي ديك الليله كنبكي. صافي قلت لي شوف خليني قلت لي على الاقل غير نهضر مع دارنا غير نطمئنهم نقول لهم نقول لهم انا على الاقل عند شي صاحب شي ولا شي حاجه ما نخليهمش مصوين. قال لي لا غادي تقولي لهم ما غاديش نعطيك تهضري معاهم. صافي ما بغاش يعطيني نهضر مع دارنا. وهذيك البلاصه اللي داني ليها قريبه لدارنا بزاف يعني لدرجه الا طلعت من الشرجم غنشوف دارنا يعني غير تما في الدرب ماشي شي بلاصه اللي بعيده غير تمايا. صافي صحابو اللي كانوا معايا مشاو بقيت غير انا ويا الراس في الراس. صافي بقيت انا ويا في الراس راس في الراس. سد هذاك صاحبو اللي كان اللي كان معاه اليوم للدار اللي مريحين عنده. سد الباب سد الباب بالساروت سد الباب بالساروت من برا من برا يعني ميمكنش لينا حنا نحلوه واخا بغي يخرج ميمكنش لينا نحلوه. قلت لي صافي دابا قلت لي خلينا نمشي. قلت لي شو شحال الساعه دي 12 ديال الليل هادي. قلت لي صافي خلينا نمشي لدار. ما قال لي لا ما عندكش فين تمشي اصلا الدري صورته قدامها الساوت يعني علاش كي غندير شي خرج حتى الصباح غادي يجي يحل علينا. صافي هو مشى تخشف بلاصتو ونعس. انا بقيت مقرده قال لي اجي حدايا. قلت لي لا ما غاديش نجي. قلت لي قلت لي ما غاتاديني حتى شي حاجه الله يرحم لك الوالدين. قلت لي ما تادينيش الا ما تخافيش حتى لا اديتك ما غنسمحش لك. قال لي انا باغيك. صافي وقع اللي وقع تعدى عليا. صافي دار داكشي اللي بغا. الغد ليا في الصباح نايضة حال شي حالة ربي اللي عالم بيا كيفاش دايرة. يعني شنقول لك واحد الليلة دوزتها ما عمرني ما غنساها في حياتي ما عمرني ما غنساها. في الصباح على أساس غادي يخليني نمشي لدارنا ما خلانيش. خرج هو مشى لخدمته حيت كان خدام في الصباح وسد عليا أنا في داك البيت وخلاني. كل شيء هو سد عليا. واش ما غوتيش ما غوتيش وقلتي انا الشرجم ديالكم تيطلع على الدار؟ ما كاين حتى شي واحد. والا غوتش غنجي في الشهر راسي انا يقول لي انت اللي طالع يعني اضطريت نبقى ساكته اضطريت نبقى ساكته ما هضرتش. كل شيء نهار الثالث صافي بقيت كنهضر معاه. قلت لي خليني نمشي لدارنا نشوف اشنو كاين وهادي حل عليا. مشيت للدار ما خلاتنيش ماما ندخل. ملي جيت ما خلاتنيش ماما ندخل. قالت لي يا رباك وصاني الا جيتي ما تدخليش. قلت لها واش عارفاني اشنو دوز؟ قلت لها واش عارفاني فين كنت؟ قالت لي ما كيهمنيش با قال لي ما تدخليش. صافي ما خلونيش ندخل دارنا. مشيت رجعت لعندو قلت لها شنو كاين واشنو كاين. قال لي صافي
واخا واش داركم يخليوك دخلي غتبقاي معايا. انا باغي قال لي ما غنسمحش لي واخا درت هادشي كامل انا ما غنسمحش لك باغي وغنبقى بعيد انا عند وحدي. قلت لي واش انت عارف راسك شنو درت شي؟ قلت لي ولا لا قلت لي راك خسرتي لي علاقتي مع والديا. قلت لي دابا انا ولي بابا ما عمرني بقيت نحلم شي نهار نهضر معاه حيت انا اللي كنعرف بابا كي داير. بابا خايب بزاف الا مشي تحقد صافي. هي هذيك فهاديك الفترة مشيت كريت واحد البيت ريحت فيه هذيك المدة وبقى معايا بقى كيهضر معايا زعما ماشي شي زعما دار داكشي اللي بغاو زوج في حياته يعني بقى معايا كيهضر معايا. هذيك الدري اللي كنت معاه اللي كان خاطبني صافي بلوكيتو مابقيتش بغا نهضر معاه. ولا كيجي عند مثلا تما الحي الحسني عند خوتي كيقول لهم الو باش غنهضر معاها. واحد المره ما عرفتش كيفاش تلاقيت معاها صدفه. دابا تنسمعوك. شنو قلتي؟ قلت لك واحد النهار تلاقيت معاها غير صدفه جا لعندي قال لي بغيت نعرف غير انا شنو داير لك علاش قال لي بلوكيشي. ما بغيتش نعاود ليه صافي قلت لي هكاك صافي قلت لي الظروف ما ربي ما كتبناش بعضياتنا الله يسهل عليك صافي. قال لي واش بهذه السهوله؟ قلت لي ما عندي ما غادي ندير لك صافي. قلت لي اللي عطى الله عطاه هو فهمني فهمني صافي صافي مشى شارك الدري صافي. بقيت انا وهاد السيد بقيت انا وياه من هنا من هنا من بعد غنكتشف راسي راني حامله. اللي عرفت راسي حامله اللي عرفت راسي حامله مشيت واجهته قلت لي شنو كاين وشنو كاين. لقيت السيد عارف عارف قبل مني انا اللي يعني قال لي انا عارف قلت هذا هو الشيء اللي كنت كنتسنى فيه. قلت لي جيتي قلتيه لي قال لي انا كنت عارف. قال لي دابا قلت لي دابا كيفاش انت كنتي عارف؟ قال لي انا عارف شنو داير صافي. مشى قالها لختو واحد ختو كبر منا جات عندي ختو قالت لي شوفي حنا قالت لي ما كنلوحوش قالت لي حنا وهادي وحنا راه غنفوتوك شوت حنا عندنا البنات وهادي. بقات عليا ديك الهضره قالت لي حنا عندنا البنات وهادي. قلت لها راه مشات عرفني بابا غيقتلني. قالت لي باك ما غاديش يعرف حنا. قالت لي غنمشي وانا وماما قالت لي وغنهضروا معاه ونقولوا لي بلي راه حنا بغينا ناكلوا ولدنا وهادي وهادي. فين انا مشيت نهضر مع بابا قال لهم انا ما عنديش شي بنت سميتها فلانه. قال لهم ما كنعرفهاش بحال هكا. قال لهم عمرني ولدت شي بنت سميتها فلانه. يعني رجع بابا صافي ملي شافني ديك 40 ولا ما عرفتش كثر ما بقاش جيت للدار ما بقاش عرفني نكرني ولا كيقول لي ما عنديش شي بنت سميتها عمرني ولدت شي بنت. قال لهم انا عندي غير هادو بناتي صافي. صافي مو قالت لي جيبها تسكن معانا. جيت سكنت معاهم ريحت معاهم هذيك المده ديال الحمله ديالي تدرت شي 4 شهور. من بعد 4 شهور احنا كان عندنا مشكل في الوراق ما كانتش عندنا الحاله المدنيه بابا ما كانش مصايبها ليا. ايوا الو اي كلشي درجه مع فاكم كلشي جيم وبارطاجي اي واحد يتفرج جيم حنا في الوراق ما بقيتش نسمعك على فكره ما سمعناش شنو قلتي؟ خليناها في موجب. يا بغينا نسمعوا قصتك. كلشي كلشي قول لي انا يمكن شي يسكن عافاك ما سمعناكش سمعناك غير مو قالت لك بغيتي نقول لك منين بدينا تنسمعوا. مو قالت لك قالت لي جيبها للدار. قالت لي مو جيبها للدار جيبها للدار تكون معانا حتى ديروا شي حل تصيبوا ورقاشكم وهذه صافي. جيت سكنت معاه واخا انا ما باغاش وما كنبغيش وبداكشي اللي دار لي يعني صبرت ما عندي ما غادي ندير صافي راني وليت حامله منه. سكنت معاه في الدار حتى درت 4 شهور. ملي درت 4 شهور بحال مو ما بقاش عاجبها الحال واش كتقول ليه مو جري انت وياها وشوفوا كيفاش ديروا لوراقيكم. حنا كان عندنا مشكل في الوراق بابا ما كانش مصايب لنا الحاله المدنيه حيت بارك الله حنا 7 الوليدات وما كانتش عندنا الحاله المدنيه يعني ما كانش عندنا الحاله المدنيه نهائيا. ملي جا عندي هو قال لي شوفي الوالده راه ما بقاتش باغا هاد الحاله اللي حنا فيها راه بغاتنا نتكاجو بغاتنا نديرو وراقينا باش لا تزيد داكشي اللي في كرشك يلقاها يلقى ورقها شو يلقى. انا عاودت ليهم ما كانوش عارفين عاودت لهم قلت لي شوفوا الناس راه كاين وها كاين وها كاين. قال لي اش ما قلتيش لي هادشي من الاول؟ قلت لي شنو غادي نقول لك؟ قلت لي اش غادي نقول لك؟ قلت لي انت ما خليتش لي الفرصه في حتى شي حاجه انت قلت لي تصرف شي بوحدك. قال لي دابا شنو الحل؟ مشاو عند بابا
قالوا لي شوف حنا راه بنتك راه ما غنفوتوهاش، ولدنا راه باغيها. دابا قالوا لي حنا اللي بغينا منك تعطينا وريقاتها باش تصيب لا كارت ناسيونال وتكاتب هي وداك الدري. دابا صافي اللي عطى الله راه عطاه. بابا قال لهم انا كنقول لكم ما عنديش شي بنت، مش شافني انا كيقول لهم ما عنديش. سيروا قال لهم بحال شكون قلبوا عليا على راسكم، انا ما غادي نعطيكم حتى شي ورقه. قال لهم واخا غنصيب الحاله المدنيه لبناتي هادو ما غنحطهاش هي معاهم بحال هكا. صافي ولينا كنمشيو للجمعيات كيجريو من هنا لهنا لهنا لهنا، تما كيقولوا لنا الناس كنمشيو والو. هذاك الشيء ما بغاش يتقاد، هذوك الوراق ما بغاوش يتقاد. صافي داز الوقت، دازت عندي بنيه ما عندهاش وراقاتها، السبيطار ولات تغي بزز. في السبيطار ما وقف معايا حتى شي واحد من بعد الله سبحانه وتعالى، وهو وبعدا ما فاتنيش. بعدا قبل ما نولد بليله، قبل ما نولد انا داخله في شهري، بقى ديك الساعه سيمانه باش غادي نولد، تخاصمت مع اختو، اختو امه تخاصمت معاهم غير على شي حاجه بسيطه. تخاصمت معاهم، ضربتني اختو وخرجتني، شدتني من شعري وانا حامله، خرجتني عند قالت لامها انا غنديها لامها وباها. حتى الدار كانت غير للدار، زعما ما بيناتنا شي حاجه زعما قراب، الا ما تمشي الدعوه دارنا كانوا كيسمعوه. جراتني اختو، هو ما كانش كان خدام هذيك الساعات، كان هو خدام غير حدا انا، عنده واحد العسه ديال الكاريطه ديال العسه. جراتني من شعري وداتني عند بابا، قالت لي شد، قالت لي علينا بنتك، قالت لي عطيتينا خطيه بحال هكا، قالت لي عطيتينا خطيه. بابا قال لها ماشي بنتي، قال لها هادي ربيتها، قال لها بحال هكا، قال لها ربيتها درت فيها خير وهبش جازاتني. ماما حتى هي كتقول، بس قال لها بابا، قال لهم بابا الا ما تشيقشوني سولوا امها هي. واش قول عدو السيقات قالت لماما واش بصح هذا الشيء؟ واش قول لها ماما اه، قالت لي ما ماشي بنتنا هذيك، حنا ربيناها. صافي انا هزيت راسي طلعت عند راجل البلاصه فين خدام، قلت ليها شنو شافني في ديك الحاله بديت كنبكي لي، قلت ليها شنو طرا لي وشنو طرا لي، راه انت اختك ضرباتني، انت اختك ضرباتني وجرات عليا ودتني عند ماما، شدني من ايدي وهبطني للدار عندهم. صافي صافي ماما، صافي صافي كوشي دير جيم جيم برك لها جيم و بارتاج، جيم و بارتاج دير جيم و بارتاج، جيم جيم و بارتاج. كتسمعني اخويا ياك؟ تنسمعك تنسمعك. صافي شدني من ايدي و هبطني عندهم للدار، لقاهم دخلوا سدوا الباب، دق عليهم دخل حلك كايا، قال لاختو قال ليها، قال لها حشومه عليك، قال لها اش درتي لها، قال لها هذه الحاله. وتقول لي اخت، قالت ليه مرتك تهز، قالت لي حاجه ماشي ديالها، قال لها اشنو هزات، قالت لي كتشد تحت الثلاجه هز اللي بغات في حليله باها اللي كيتقدى بحال هكايا. ويقول لها اختي، قال لها اختي، قال لها ما تنسيش راها حامله. هاي هاي قصه قصه، كلشي دير جيم، واللي ما مشتركش يشارك ويفعل الجرس باش يتلقى جميع الاشعارات. يقول لي لا ما تهزش، قال لها شوف حسنا. حسنا يا حسنا، كلشي يدير بارطاج في 20 جروب، يلا كلشي بارطاجي، كلشي بارطاجي. انا بغيت نعرف حسنا. الو خويا، وي خويا تسمعوك، خليتيها في الثلاجه، قالت لك راه تتهز في الثلاجه، اللي بغى بحال باه اللي تيشري، راني معاك. قالت لي بحال باها اللي كيتقدى. لا لا اختي اشنو فيها هي الهزات، راه ما تنسيش راه حامله. واش بدات تبكي عليا، قالت لي انت، قالت لي احنا درنا فيك خير انت وياها، ودخلناكم الزنقه وهادي وقفنا معاكم، وفي الاخر قالت لي وليتي كتجي منها. صافي هو بحال ما عجباش فشي الهضره اللي قالت اختو، ويطلع عندي البيت الفوق ويقول لي شو، قال لي شوفي جمعي حوايجك وسيري لداركم. قلت لي كيفاش غادي نمشي، قلت لي لدارنا، قلت لي دارنا انت عارف، قلت لي صافي دارنا سمحوا فيا ما بقاوش باغيني، قال لي شوفي ماشي سوقي، امي ما بقاتش بغاتك واختي ما بقاتش بغاتك، هزي حوايجك وسيري لداركم ولا شوفي شنو ديري لراسك. قلت لي دارنا ما غاديش يبغيوني. صافي هو يخرجني صحه، شدي من شعري وخرجني قدام عباد الله، قال لي ما بغيتيش تمشي، انا قال لي غنقتلك هنا. وبقى كيضرب فيا وكيشف لي على كيفاش كيضرب، حتى سخفت غيبت، ما عقلتش على راسي غيبت، حتى مع شكون بدا كيرش عليا في الماء، فقت ديك الفريقه اللي فقت بديك الخلعه، ما كنتش كنجري مشيت لدارنا نيشان حيت كانت غير قريبه لينا. بديت كندق عليهم، حلت عليا ماما قالت لي شنو بغيتي، قلت لها ماما عافاك سمحي لي، وادي بديت كنطلب فيها وكنبكي عليها،
شوفي والله قلت لها هادشي كامل اللي طاري ليا ما بيدي، قلت لها والله ما درت شي حاجه. قالت لي انا ماشي السوقي ما كنعرفش داكشي، نهار الاول وقع لك المشكل جي عندي قولي لي نعرف شنو ندير. قلت لها راني خش منكم. قلت لي دابا اللي عطى الله عطاه، سيري قالت لي فعلك وسيري شوفي شنو ديري. انا ما عرفتش شنو ندير، شفت عيد فين غادي نمشي، ما عرفتش فين غنحط الراس، ما عرفتش فين غنمشي، وما كنعرفش حتى شي واحد. وانا نفكر واحد السيد صاحب راجلي مزوج عنده جوج بنيات ساكن غير حدانا، ماشي حدانا تقريبا، نقول واحد نوعا نضرب واحد المسافه. المهم شد الطاكسي عاد مشيش، وهذيك البلاصه كانت واعره بزاف، يعني ماشي سهل تمشي لها في ديك الوقيته بوحديتك. حسيت انا ما لابساتش حتى فرجلي، وهذيك الساعه شهر 11 بالضبط، شهر 11 ما لابساتش فرجلي، حاشا ربي اللي عالم بها كيفاش دايره. تمشي غدا كان كيوقفوا واحد الناس كيسولوني مالكي مالكي، قلت لهم شنو كاين شنو كاين، عاونوني عطاوني فلوس للركوب، ركبت مشيت لهذيك البلاصه عند دوك الناس. ما عقلتش على الدار، بقيت كنقلب ديك التليفون، ما عقلتش على الدار. المهم من بعد لقيتها طلعت عند دوك الناس، شافوني في ديك الحاله، قال لي مالكي، قلت لها شنو كاين، عاودت لهم كل شيء. صونا عليه حتى صاحبه، وصاحبه زعما ديال بصح من الصغر، يعني ما مجوزينش القليل. بقى في الحال قال لي شوف، قال لي انت ماشي بحال هكا، قال لي انا كنعرفك كيفاش داير، قال لي انت يعني، قال لي دير اللي دارت، قال لي واخا تكون هي اللي غلطه ماشي اختك ما تجريش عليها. قال لي في ديك الليل وانت عارف بلي ما عندها حد وحامله، قال لي من الفوق كون، قال لي غير كان زعما ماشي مشكل، قال لي حامله، قال لي خويا انا تقهرت، هادشي اللي خسر عليا، قال لي انا تقهرت. وحده قال لي من الوالدين، وحده قال لي انا ما عندي ما ندير لها، قال لي صافي انا ما عندي ما ندير لها، قال لي راك تشوفني ما عندي، قال لي فين غادي نديها، تمشي لدارهم. قال لي اش ما نمشي لدارهم، قال لي سمعتي بودنيك دارهم ما بقاوش باغينها بسببك انت، دارهم سمحوا فيها بسببك انت، يعني هاد السيدة راه ما كانتش بحال هكا بسببك انت ولات هكايا. قال لي شوف دبر راسك، بغيتي تبقى شاده عندك بقى شاده عندك، بغيتي تفرق طلقه. قال لي علاش غنطلقها، قال لي انا عندي بنان شي غدا ولا بعد غدا يطرى لهم بحال هكا. قال لي السيدة غتبقى معايا حتى تولد وتوقف على رجليها، وديك الساعات غادي نشوفوا فين نشوفوا لها فين غتمشي. فعلا بقيت معاهم واكله شاب الحمد لله، ما ننساش لهم خيرهم، قسما بالله ما ننسى لهم خيرهم، تهلاو فيا بحال خشهم بحال بنتهم، يعني ما خلوني نخصصهم حتى شي حاجه. من راه السيمانه قالت لي مرتو، قالت لي شوف راه خصك ضروري ديري كونترول، حيت ديك البلاصه اللي كنت فيها انا ما فيها لا سبيطارات لا حتى شي حاجه، يعني السبيطار الا بغيتي تمشي ليه خاصك واحد ضرب واحد المسافه عاد توصل السبيطار. قالت لي شوفي نعيطوا لك على راجلك يجي يديك، الا بغى نعيطوا ليه يجي يديك ديري كونترول في السبيطار، تعرفي يمشي الوقت ديال الولاده واش قربتي ولدي واش هادي، باش زعما نديروا احتياط ديالنا. فعلا عيطت للراجلي قالت ليه جي دي مرتك تشوف دير كونترول وهادي، ويقولوا لازم شنو عندك. فعلا جا ما دويش معاه، ما دوى معايا، داني درت الكونترول، قالوا لي باقي يعني اول ولاده، يعني باقي ما غاديش نولد دابا. صافي رجعني هذيك، رجع لي راجعين بحال الا داز على شي دودان ولا ما نعرف كيفاش بجد. صافي شدي الوجع، تما شدي الوجع قلت لي شوف فلان انا راه، قلت لي دابا راجعني، قلت لي الوجع اللي شدتني ماشي عادي. قال لي لا غتعرفي حسن من الطبيبه، زيدي قدامي. قال لي قالت لك الطبيبه بقى لك سيمانه. قلت لي شوف هاد الوجع اللي كنحس به دابا راه هو كيف ما وصفوا لي الناس اللي مجربين قبل مني، ما تيقنيش. هي هذيك داني عند المراه حطني رجع في حالاتو. صافي ديك الوجع عاد غير عاد ما كيتزاد، عاد ما كيتزاد، عاد ما كيتزاد. عيطت للمراه على راجلي عاوتاني، قالت لي شوف ما تكرهاش ولا درجه الوجع، شوف كيفاش دير. عيطت لي ماشي 8 ديال الليل، ما جات حتى الوحده ديال الليل، وانا كنغوش بالوجع والمراه مخلوعه وما عرفتش اشنو دير. وديك البلاصه ما كاين حدا حتى شي واحد، ما كاين لا سبيطارات لا جيران لا حتى شي واحد. المراه ما كتعرف حتى شي واحد تما، حيت ديك البلاصه باقا جديده، البني فيها باقي جديد. صافي جمع الوحده، ملي قالت لي علاش تعطلتي، قال لها راه كنت كنقلب على طوموبيل ما بغيتش نجي في الموتور، راه واعر على الموتور. صافي هذيك جا وقف مع جا جداني داني السبيطار اللي حدانا تما، ما بغاوش يشدوني السبيطار اللي تمايا حيت ما عنديش لاكارت ناسيونال. قالوا ليهم ما نقدروش نحطوا فيها يدينا حيت ما عندهاش لاكارت ناسيونال، وحتى الكارت الزواج ما كاينش. بقى كيطلب ويرغب والو ما بغاوش، كتبوا لينا ورقه لواحد السبيطار اخر. هذاك السبيطار الاخر هذاك صاحب راجلي كيعرف شي ناس تما في داك السبيطار، هما اللي وقفوا معانا والحمد لله دخلت ولدت
ودات كل شيء بخير الحمد لله. ملي بغيت نخرج ما خلاونيش نخرج، قالوا لي لا خاصهم يجيو البوليس، ما يمكنش نخليك تخرجي حتى يجيو البوليس تعمري واحد الورقه وهادي وهادي وهادي. يعني لقيت صعوبه كبيره باش نخرج، قال لي ما نقدرش نعطيك البيان سوق شي حتى يجيو البوليس ياخذوا الاقوال ديالي. فعلا جاو البوليس بقاو كيسولوا شي اسئله وهادي وهادي، صافي خلوني نخرج. جا راجلي في ديك الوقيته فاش كانوا البوليس قالوا لي، قال لهم بلي انا يعني باغيني، قالوا المشكله في والديها اللي ما بغاوش يديروا معنا حتى شي حل، ما بغاوش يعطيونا الوراق باش نتكاجبوا هادي. صافي خرجت، فاش خرجنا ما لقيناش فين غنمشيو، لا انا لا بنتي لا هو. عيط على باه الله يرحمه، الله يرحمه، قال ليه الوالد، قال ليه راه مرتي ولات وهادي، قال ليه ما عندناش فين غنمشيو وهادي. بقى كيطلب فيه ويبكي عليه، قال لي شوف كنعطيك شهر، شهر قال لي غتسكن ما تفوتوش شهر تشوف نتويا فين غتمشيو. فعلا جينا سكننا هذاك الشهر، حتى حد ما كيدوي معايا، عطاني واحد البيت الفوق في السطح. يعني داك البيت اش نقول لك، حالته حاله، حالته حاله. وديك الساعه شهر 11 وكان البرد، انا ولدت في البرد، شبعنا برد انا وبنتي. بنتي بعدا صدرها كل عمر، ديك الساعه كانت باقا يلاه مزيوده، حتى شي حد ما قابلني في النفس ديالي. يعني نط طحت ونط بوحديتي، ما جاتش طلعت عليا لا امي لا حتى شي واحد، يعني الله سبحانه وتعالى وانا وهذيك البنيه فقط. داز شهر وقفت على رجليا، داز قل من شهر غيموت باه، غيتشوف باه. ملي تشوف باه مات، داز ديك 3 ايام ديال العزول ديال الناس اش كيجي وهادي. النهار الرابع جات عندنا امو وتقول لينا شوفوا انا ما ناسيش، انت ما نسيتش وانا ما نسيتش. باه قالت ليه باك راه قالك شهر ما تفوتوش، وشهر هو فات نوض قلب على راسك انت ومرتك وشوف فين تمشي. قال لها الوالده، انا قال لها ما عنديش فين غنمشي، قال لها ما عنديش فين غنمشي وانت عارفه، قال لها خدمتي على قد الحال وتحد ما يبغي يكري لينا وحنا ما عندناش الوراق، ما عندنا لا ورقه لا جوج. قال لها فين غادي نمشي؟ قالت لي انا ماشي سوقي، دبر راسك انت وياه سيروا فين ما بغيتوا. خرجنا ما لقينا فين غادي نمشي وفين غادي نمشي وفين غنحط الراس. فين سكننا؟ سكننا في البراك اللي خدام فيه هو ديال العسه، هذيك اللي قاعده عليك تعرفها كيف تكون ديال العساس، هذيك اللي سكننا فيها. هذيك سكننا فيها وحق الله العظيم الا سكننا فيها خويا شهر و15 يوم بالحساب. وبنتي باقا لحمه لحمه، عرفتي شنو لحمه؟ وديك الساعه شهر 12، شهر 12 كان البرد. وبنتي شنو كندير لها فاش كتنعس؟ ديري لها كرتونه ديال الحانوت، ديك الكرتونه اللي كيكون فيها السلع ديال الحانوت، وديري فيها مانطا والحوايج ديالنا اللي كنلبسو، وتما فين كنحطوها تنعس. وحنا كنضلو باركين حيت ما يمكنش غتنعسي ديك ديك البراكه ما كينعسوش فيها، كتبقاي غير جالسه. كنعسو جالسين باركين، كناكلو في الزنقه حاشاك الطويطي اللي بغينا نمشي هو كيمشي للقهوه انا كنمشي للحمام. يعني دوزنا العدد ديال الصح في ديك البراكه، ولدرجه كيدوز من حدانا مخوش وكيدوز من حدانا ما كيقدروش يطلعوا علينا ولا يقولوا لنا زعما رجعوا ولا هادي، حتى شي حد ما حن فينا وحتى شي حد ما رحم. بقينا ابراهيم راجلي زعما كيقلب على السمسار هكا ديال اللي كيقلبوا على الكراو هادي، كيقول لهم راه حنا بغينا نكريو بيت وهادي وهادي، لا كاين؟ كيقول لي اه كاين. وملي كنوصلوا زعما صافي حتى كنتفاهموا كلشي، كيقول لنا عطيونا الكارت ديال الزواج. كي كنقول لهم ما عندناش، كيقول لنا ما نقدروش نكريو لكم بلا كارت ديال الزواج. صافي بقينا حتى شكون غادي يدخل؟ غيدخلوا الناس الجيران اللي كان زعما حداهم راجلي، قدام تما حداهم راجلي. ساقوا لينا الخبر بلي حنا ساكنين تما ومعنا بنيه صغيره، حيت بالليل كانت كتمرض ليا وكتبدات تبكي والناس كيسمعوها. وصافي دخلوا جو عند راجلي، قالوا لي شوف حنا راه عارفين كل شيء وحنا راه ما غاديش، قالوا لي على قبل هذيك البنيه، على وجه هذيك البنيه ما بغيناش تشكر في صدقه صغيره وغتشبع برد وغتمرض ليكم. صافي دخلوا وشافوا لينا واحد السيده كتكري، هضروا معاها وقالوا لها شنو كاين وهادي. صافي كرات لينا واحد البيت ريحنا فيه، واللي فيه دابا حنا حاليا. وبابا باقي لحد الان ما كنهضرش معاه، كيدوز من حدايا كيدير راسو ما كيعرفنيش بحال اللي ما عمرو عرفني. ماما تاهي كدير لي كوميتال، ما كنبغي نصوني لها انفو كتسمع صوتي كتقطع عليا، كنقول لها بغيت غنهضر معاك بغيت نسمع صوتك ما بغا منك والو. كنقول لها دابا صافي انا راه اموري دابا هانيه، والوراق صيف طولية ورقية وصيف لكارت ناسيونال الحمد لله، وبنتي حطيتها في حل المدنية، ولكن المشكل الواحد اللي بقى هو تكاتب ما بغاش يتكاتب معي، ما عرفش واش مناش خايف بالضبط ما بغاش يتكاتب معي. قال لي انا اللي عندي مهم هو بنتي،
انا حطيتو في الحلم المدني لانه ويك غنبقاو بحال هكا. ايوا انا ما بغيتش شي حاجه من الدنيا، الحاجه الوحيده اللي بغيت هي نسامح مع والدي. ما تبغيناش ندخلو نعيطو لهم نشوفو كيما ندخلو بينك وبينهم. تقريبا دابا عامين وانا ما كندويش مع بابا، كندوز تقريبا كنقول لك كيدوز من حدايا كيشوف فيا وكيدير راسو ما كيعرفنيش. داك النهار قال لهم انا، قال لهم هذيك الدريه نهار نموت ما تعريوش ليها على وجهي بحال هكا. ما تبغيناش نعيطو ليه نتواصلو معاه نشوفو كيفاش يدوز. والله ما كرهتش وحق الله العظيم. واخا تقدرين تعطي النمره للادمين بشرى ياك هي اللي توصل، هي غتتواصل معاك ياك. انا عطيتها النمره هي غتتواصل معاك. واخا عطيها عطيها الرقم وغادي تحاول تهضر معاه باش انه يدوز معنا في البرنامج ونحاولوا. واخا خويا الله يحفظك ويدي. واخا هي غتتواصل، هي غتصيفط لك ميساج دابا، دابا غتصيفط لك ميساج وغتتواصل معاك. واخا خويا واخا. ويقدر الاسبوع نتمنى نوصل واحد الرساله لهاد الناس اللي كيسمعوا فيا دابا. بغيت نقول لاي بنت باقا ما مزوجاش، لاي بنت مقبله على الزواج، كنصحها نصيحه تسمع الهضره والديها، حيت الزواج اللي ما فيهش رضاك الوالدين مرت بعيد منه. حيت اي حاجه كيقولوها الوالدين والا على صح، حيت ما كاينش شي والدين ما كيبغوش لولادهم الخير. ولكن انا بابا كان كيقول لي على هاد الشيء. انا نسولك ولكن ما تظنيش بان هاد السبب ديال بعض المرات، من ان الوالدين بعض المرات عندهم سبب في هاد الشيء. اه اه